السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا سأحاول رفقتكم أن نشتغل على مكون الاستماع والتحدث في حكاية جديدة معنونة بليت الغمامة تعود. إذا هنا هذه الحكاية سنحاول أن نشتغل عليها فقط انطلاقا من الملاحظة وانطلاقا أيضا من رؤيتكم للمشهد واستخراج أهم عناصره وأهم مكوناته. إذا أول شيء ستقومون به هو محاولة التعبير عن عناصر ومكونات المشهد كما ترونه في المقرر الصفحة 183، وتركبون جمل مفيدة بسيطة ومعبرة عما ترونه من خلال هذه الصورة. السؤال الثاني أيضا وهو ستعبرون أيضا عن الصويرات الثلاث، كل صورة على حدة، التعبير عنها بجمل مفيدة، لكن أيضا المطلوب منكم هو استخراج الزمان والمكان وأيضا الشخصيات. إذا هنا أرفق هذا الفيديو بورقة، ستجيبون عن الأسئلة التي سأدرجها على الورقة، وبعد ذلك أيضا سأعطيكم مهلة لكتابة هذه الجمل والتعبير عن المشهد وأيضا التعبير أو توقع أحداث لهذه الحكاية انطلاقا فقط من الرؤية ومن الملاحظة أو مشاهدة الصويرات. إذا هنا أريد أن أزودكم بالحكاية مكتوبة لأنني أريد أن تتعودوا على مثلا التعبير عن الحكاية انطلاقا من مشاهدة الصور والمشاهد ومحاولة استخراج عناصرها بمعنى الزمان والمكان وأيضا الشخصيات. الأحداث إذن هنا لن أركز على الأحداث بكثرة، ما يهم أن ما ترونه فقط هو ما يمكن أن تعبروا عنه. إذا ستستخرجون الزمان وأيضا المكان وأيضا الشخصيات انطلاقا فقط من ملاحظتكم لهذه الصويرات، ويمكن التعبير بكل حرية عما ترونه أو عما تشاهدونه انطلاقا من هذه المشاهد الثلاث. إذا حاولوا التركيز دائما كما قلت في الملاحظة، تمعنوا يجب أن تكون ملاحظتكم دقيقة لكل عناصر ومكونات المشهد أو المشاهد الثلاث المدرجة في كتابي المتعلم صفحة 183. وكما قلت لكم سأزودكم بورقة بها مراحل الأسئلة التي يجب أن تقوموا بالإجابة عنها، وبعد ذلك ستقومون بكتابة كل واحد منكم حكاية بسيطة قصيرة ومعبرة انطلاقا من هذه المشاهد، وسنقوم بتصحيح كل الحكايات على حدة بعون الله تعالى.